هيضت علينا الحين شيباننا وهيضت علينا ابو عبد الله الحين ها هاي ابو عبد الله عطنا من علوم الاولين احنا فقره علوم الاولين ودنا ناخذ كيف كان العيد العيد بما اننا مقبلين على العيد طبعا الاولين فيه استعداد لهم في العيد دائما واستعدادهم يكون حماس قوي قوي سبحان الله العظيم اقوى من يعني من الوقت هذا صادق الحين وقتنا هذا تحصل الناس عيدهم بالليل النهار نايمين نعم صادق لكن بالعكس من الأول تشوف متى يجي العيد متى يجي العيد وإيه محتفلين محتفلين ولا وقبل العيد بيوم تلقوهم يروحون الصغار كنا نروح صغار هنا نروح نطق البيوت نبيهم عايدوننا نحن نسميها يخشروننا هنا يخشروننا نبيهم يخشروننا ونجي ونطق الباب عاد نتخبر الناس صايمين لازم حنا نجي قبلها بيوم ونطق الباب عاد عندنا كنا على ما قال هازيج ايه حنا والصغار كنا ايه نقول حنا نقول عاد يرددون من وراي بس هذيك حنا نردد معك ايه عطوني عيدي عادت عليكم في حال زينه جعل الفقر ما يكسر رجليكم اي ولا يدخل عليكم عطوني عيدي عاد ان حد ننتظر الناس نايمين صايمين يا ابن حلال صايمين مو بيمنع وانت جاي تغني ايه اللي ما يبغى الغثاء يحاول انه يقوم ينستر عاد انا يحطوني في المقدمه دائما بالصوت اللي ما يبغى الغثاء ويبي وليه شفتهم ابطوا ما جو ما جابوا الخشير يعطوني ايه عود اصوت اسوق الحمير ولا وقفه يعني ابي خشر انا اسوق الحمير ولا وقفه اخلصوا علي ايه ليه شفت العرب نايمين ما حولي احد قلت خلاص ابي اسوق الحمير عاشاكم شاطح ماره ودامه سم الفاره ما اعطاني شيء هذا قلبه عليهم قلبت عليهم هم عطوه قلب عليهم لا اله الا الله وإذا عطوك وش تقولون؟ لا خلاص عطونا خلاص تمجيد إيه هل فيه مدح لهم ولا حين المدح خلاص حاصلهم بالأول بالأول ثم عاد نجي سبحان الله العظيم تتنوع وسبحان الله يجي لها طعم نجي مقبلين لأهلنا ها وش جبت قال والله عطوني ألف لان ريال وعطوني معه قريض عطوني ذا يعني حاجات مميزة تميزني يا سلام عن الشخص هذا وعن الشخص احسن منك اي فانا اقول له مثلا يا انا بركان انت وش معك؟ اوه ما جبت خير ما جبت خير قال ما عطوني قريض ما جبت خير راح لذولاك هم اللي يعطون عندهم الدراهم تدلهم كل سنه معهم وعارف البيوت اللي تعطي اي هذا ركز عليها خليها طيب على القياده ما يعطونك شيء اللي يجمعون معك لانك انت الصوت وانت القائد لا هم يعطون الفريق اللي معك ما يعطونك لا شيء لا ما يعطونهم هم يعطونهم الخشر بس ان عاد اللي يسلمون من راعي الساله الاول اللي خايفين انه يسوق الحمير هذا اللي يدسون عليه يدسون عليه ريال ريالين يعني فعلا كنت تاخذ ازود انت اي اخذ لازم ريال ريالين هذا على مدى عشان يشتكون من لسانه رئيس فريق لا الظاهر اذا ما عطوه دور على اللي وراه اللي معه يمشون اي هذولك نقط منهم هذولك ينتظرون بس اني بس اتكلم بس لا قال ها نسوق الحمير قلت له وقفوا الربع اسمع خرفشتهم عند البيبان ونمسك وصار في مدة يد ما في تدخل سريع لا ما في القلوب طاهرة يا سلام لا ولا القلوب طاهرة والحمد لله تلقاهم يسولفون فيها الشيبان اصبحوا الحين طق الباب تعال انتم بزاك هذا ايش بلا ازعج له مع الصبح والله ان عادات حلوة وجميلة لكن الان افتقدت طبعا اذا جاء في العيد الكبير للعيد الكبير إيه؟ تجي عاد السفرة من كل بيت يطلع أكل يا طبعاً كانوا يشتهرون دائماً أنهم يطلعون الأكلات الشعبية اللي هذا حنيني اللي هذا جريش اللي هذا مرقوق اللي هذا قرصان وكانوا الميقعة موجودة إيه لا تنسى الميقعة كانوا صراحة كانوا يجتهدون فيها الأمهات يجتهدون ليش كل واحدة تبغى أن
يعني صحيح اهل العيد كان هيكون المفضل عند يا الناس. يا سلام. إيه؟ طيب إيه؟ هل كان فيه مثلا سفره يعني او طبق معروف لام فلان في المنطقه ويوكل كله؟ والله فيه ينعرف وفي شيء يتحفظ عليه. خايف من العين؟ ايوه. نعم. احسن تتحفظ على الاسم. لكن بس فيه نقطه اساسيه. اسلم. في نفس السفره ما تجي على طول وتجلس لك على طبقه عجبك تجلس عليه، لا لازم تقوم تنقل من هذا من هذا لقل. هذا إيه هذا اعتبرنا ميت زينه سلم العياد كذا يعني. إيه. يلا تاكل من هذا تاكل من هذا لحد ما توصل اللي في خاطرك ثم انت ترجع له. اها. إيه. وليه شفت لك حوله مثل البركان اللي جاب القدر خوفت بعدها شوي. المعلومه هذه عبد العزيز قالها لنا عبد الله الجنيدي. اي نعم. قال هذه في الاعياد نسويها جميع اهل الحاره تجمعون نخرج سفره في عمان من عمان تنقل من هنا له. هذه موجوده في بعض الاحياء الان، لكن انا ما ادري هل القرى باقيه على نفس هذا المنهاج؟ نعم باقي. يعني القرى الصغيره قد تكون متمسكه وقد تكون يعني اقارب اغلبهم اقارب، فهل الاطفال يطوفون في الليل؟ نعم موجوده الان يسمونهم الحوامه. ايه يسمونهم الان طلع علينا اسم جديد مو هو يعني طبعا مو الحوامه لا طلع اسم مستحدث. السلام ورحمة الله حياك الله. طلع علينا اسم مستحدث اللي هو قرقعان وهذا. أنا صراحة لا. أنا عندي أنا الحوامة. يا سلام. إيه نعم. يا سلام. الحوامة هذه تقول عندك إضافة على أيام العيد يا أبو؟ والله أيام العيد يمكن مثل ما قال أبو عبد الله يمكن اللي حنا عرفناه على وقت، أنا ما نبي نكبر أعمارنا واجد لكن ما هي